لم أفهم شيء. سيولد غلام بين إسرائيل وسيكون هلاك أهل مصر ولكن فرعون على يديه. حارة كلهم أجمعوا على نفس التفسير، علينا أن نحاول منع ذلك قدر المستطاع، بل يجب أن نمنعه حتى لو قتلنا كل من يولد من ذكور بني إسرائيل. أريد أن أتحدث معك يا مولاي. فليخرج الجميع. كيف تفكر؟ كيف تفكر أن تقتل كل من يولد من ذكور بني إسرائيل؟ هذا لأمن مصر واستقرار البلاد كما سمعت، والحكم ليس من شأنك يا زوجتي الحبيبة، فأنا فرعون مصر. أعرف أنك الفرعون، ولكن أذكر أن أجدادي بنوا حضارة عظيمة لن يمحوها الزمن بسبب عدلهم وحكمتهم. لما تراجع عن قراري، ولكن احذر غضب الحليم فأولادهم أقصى أماله. كلام مقنع وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. لقد جمع أبي جميع السحرة في الفجر ووعدهم بأجر كبير وسلطة ليهزموا موسى. وقال موسى السيد فرعون له مرسلا من ربي. موسى لا يكذب أبدا، ما دامك على فقد صدق. إنها كارثة، لقد أدمني أمام الجميع. ماذا يقول الناس عنا؟ من يتحدث عنا سنقطع لسانه. أما الصحراء سيعلقوا على جذوع النخيل ولا تقطع أيديهم أرجلهم من خلال. ليس الصحراء فقط من أعلن إيمانهم بموسى، فالبعض يشيع أن سيدة الملكة آمنت برب موسى. ماذا؟ أحضروها. نعم، آمنت برب موسى وهارون. كيف تؤمنين بإله الغيب؟ أثق يا فرعون، فقد عرف الناس الحقيقة. ما صدق أنك الله؟ كيف تجرئين على هذا؟ سأعذبك وأضربك بالسيف حتى تعودين إلى رشدي. خذوها. ربي إني لعندك بيتا في الجنة، ونجيني من فرعون وعملك، ونجيني من قام الظالمين. ساعديني كسوف ينزيح الحجر. لا داعي لذلك، اني ارى بيتي في الجنة. هل استحق يا ربي هذا المكان الجميل؟ هنيئا